انت اللي عندك الحق صاحب. بلا ما تدير السينيال دابا حشو معلك صاحب. صاحبي انا شفت من الله سقفك انا جاي من بعيد صاحبي جاي شي ودارتي يا صاحبي ولا تجز عندنا في يدك. يعني صراحة مرات بسلام كنا غادي ندخلوا عنده شو الكونتور اوغوزمون عرفنا كيفاش نوقفوا الموتور كيف ما شفتوا هاد الحالة هادي من بزاف ديال الحالات اللي كيوقعوا لأي واحد عنده موتور ولا حتى طوموبيل المشكلة اللي كيوقع ليك هو كيجي واحد وكيوقع في قدامك كيف ما شفتوا مول طاكسي بنت لي بلاصة كيوقع في قدامك بلا ما يفكر بأن راه جاية مورا طوموبيل بيكالا موتور هو ما كتبقاش بان لي غير ديك البلاصة منين كيبدا الخدمة وهو عند بالو راه في الحرب خصو يضارب مع صحابو وهذوك الناس اللي حتى هما كيترزقوا الله. المشكل اللي وقع كيف ما شفتو منين كيكون سحام المسافة الامان ما كتبقاش كيف ما كتعرفوا الطوموبيلات شارو كيقول لي كلشي قريب انا كنت بعيد عليه ولكن هو الدور اللي دار ما عرفتش كان فلاغوس على الاقل كون كان شاد غير لا دغوات فهمتي ماشي مشكل كون كان شاد غير اليمين ماشي مشكل كان غيوقف في اليمين الا ضربناه حنا اللي فوتيف ولكن هو جا من اليسر وجا من قدامنا ما كاين لا سينيال لا والو حتى شافنا حنا كنا غادي نطيحوا انا والسيد اللي كان حدايا عاد هو دار السينيال الو هذيك الساعه كان غيكون فات الفوت كون وقف جاب الله حتى هو بقى زايد شويه في هذه الحالة هذي كنا حنا اللي غنكونوا فوتيف وحتى الا كنتي بالطوموبيل ديالك غتكون انت اللي فوتيف حيت انت غتكون ضربتي ديك الساعة من اللور. في هذه الحالة هذي الكوستاتور ما غاديش يعقل عليك واخا هو غير جا وقف قدامك وقف واحد الطريقة اللي كيفما شفتو كان في اليسار ولا على اليمين بلا سينيال بلا والو ومشكلة ماشي غير ولا على اليمين ولكن راه فرانة في هذه الحالة هذه كنا غادي نتقولبوا انا لذاك السيد كون قصنا ذاك مول الطاكسي ولكن الحمد لله قدرنا وعرفنا كيفاش نوقفوا الموتور بجوج السيد وقال اللي حدايا سكت لي الموتور كاع انا فرنسي كيف ما سمعتوا الحمد لله ما كانش الارض فازقة وقدرنا نوقفوا الموتور سينو كون كان الشك ونزلقنا هذه حاجه باينه و 90% غادي نزلقوا الحمد لله خرجات بحال هكذا. المهم هذه حاله صغيره من بزاف ديال الحوايج اللي تقدروا تصيدوا فيهم في الطريق وبخوبلام حتى الا وقعت لكم شي حاجه ما يعقل عليكم حتى واحد. ان شاء الله غادي نديروا حلقات اخرين في العيبات اخرين كيفاش تقدر ما تصيدش في الاكسيدون كيفاش الا وقعت لك شي حاجه شنو خصك دير مع الكوستاتور والعيبات شنو هما الحالات اللي انت فوتي فيهم واللي انت مستفد فيهم 100% وحتى الحالات اللي 50-50. كان معكم بدي اماز فيديو قصير ديال الجمعه كيف ديما كنتمنى ديروا لايك ان سبسكرايب الى عجبكم الفيديو وبارطاجيو مع 10 الصوت مشى لينا الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع اصحابكم ما تقلقوش الى كان الفيديو قصير حيت الجمعه ديما كيكون قصير ولكن نهار الثلاث كتكون حلقه طويله الوغ كيف ما ديما تابعونا على القناه وتنساو سبسكرايب باش يوصلكم الجديد كل ثلاث وجمعه. كان معكم بابي عبد بيس. الفرق بيني وبينك
جاي كنشري لايكس اشري وانا كنبيعو انت باغي فيديو فيفو وانا باغي نزيد الكيلو باش تعجبتي سميتي فشي فيت غنجيو ليكو سعر الفيديو.